عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، صباح النور على كل مشاهدينا، كل مشاهدي القناة الإلكترونية شوف تيفي. حصة جديدة من حصص برنامجكم اليومي الخدماتي المباشر في شأن صحي شوف صحتك مع دوك نسرين. مبدأ البرنامج ديالنا الوقاية خير من العلاج، توقيت قار من الاثنين إلى الخميس من 10 حتى 11، استثناء يوم الجمعة من 11 حتى 12. تنشكركم على التواصل ديالكم، تنشكركم على التفاعل ديالكم معنا. اسبوع خاص بالسمنه، ولا بغينا نقولوا باش نبسطها، هاد الاسابيع كلها اللي قبل من سيدنا رمضان غادي نهضروا فيها ان شاء الله على كلهم الامراض المزمنه. كما قلت الاسبوع اللي فات منين هضرنا على مرض السكري، ووصل الوقت غتقول لي باقا شهرين ولا شهرين ونص، غنقول لكم يلاه يلاه الوقت اللي تمشيو تشوفوا الطبيب ديالكم، كتسوا طبيب الاسره ديالكم ولا طبيب ديالكم اختصاصي في المشكل اللي نتوما تتعالجوا عليه، المرض المزمن اللي نتوما تتعالجوا عليه. اول حاجه غيشوف الحاله ديالكم بيان سور، وغادي يقرر طبيب مسلم اللي تيقرر بانني ما غنصومش، راه ما غنصومش، راه عندي الرخصه وعندي الاحلال وخصني نستغل هذاك الاحلال، ولا تندي اجر ملي تنستغل هذاك الاحلال. اما لا صمت واثرت في راسي تما كنا راه بلوتو تندي واحد الاثم تجاه راسي ديجا. الوغ اولا لا قال لكم غادي نقدروا نصوموا رمضان ما كاين حتى شي مشكل. الوغ هنا تيعطيكم توتيم بيلون، تيعطيكم التحاليل ديالكم، الراديوات، الاشعه، يعني على حسب الحاله اللي عندكم بيان سور، وتيشوف الحاله ديالكم، تيدير توتيم دوسي تيقادو وتيوجدك الصيام ديال شهر رمضان. يا اما تيقاد لك الادويه، يا اما بلوغيجيم، مهم تيخليك تيعطيك الوقت في هاد الشهرين ان تا كان باقي عندك شي مشكل، باقي عندك شي حاجه اللي خصك مازال تخدم عليها غتخدموا عليها. اللي عنده سكر غيقاد الخزان ديال السكر ديالو، اللي لاطونسيون ديالو ما مقاداش غيقاد لاطونسيون ديالو، اللي النقرس عنده ما مقادش غيقاد لاسيد اوريك ديالو، اللي عنده الكوليسترول باقي ما مقادش غيقاد الكوليسترول ديالو، ودواليك فوالا. دونك هادو كلهم اسابيع اللي غنهضروا فيهم على الامراض المزمنه. انا بديت بالسكري لانه واحد الحاجه مهمه بزاف، ولان كان يلاه افيكتيمون الاسبوع اللي فات يلاه يلاه باش نجيبوا الوقت باش نمشيو تشوفوا الطبيب ديالكم وباش تعاودوا تقادوا لو ريجيم ديالكم ايتو باش تقدروا تصوموا صيام بنا رمضان، لان تنعرف الاهميه ديال انكم تصوموا، تتبغوا تصوموا، تتبغوا تشاركوا العبادات وهذيك الفرحه وهذاك الفطور مع العائله ديالكم. تري بيان، الوغ رجعنا غادي نبداو من الاول، غنبداو من الاول، غنبداو بابو الامراض المزمنه واللي هو السمنه. داكوغ، نورمالمون كان خصني نبدا بها، مي جي في اتبغي دو كومونسي، بديت بالسكري لان كان موضوع مهم، ويلاه كما قلت نجيبو الوقت باش نقادو السكر. دابا غنبداو من لو شيف دو فيل، غنبداو من الاول وغادي نبداو بامر ابو الامراض المزمنه السمنه. البارح قلنا السمنه التعريف ديالها هو ارتفاع في النسبه ديال المواد الدهنيه ديال الكغاس في الذات ديالنا. كون جو دي سمنه ما تنقولش ضروري الكوليسترول، كاينين الناس اللي عندهم الكوليسترول ولو ما عندهمش العلامات ديال السمنه زائده، كاين الناس اللي عندهم شحمه في الكبده ولو ما عندهمش هذاك الوزن اللي هو كبير بزاف. ولكن ملي تنقول السمنه تنقول ارتفاع في الوزن وارتفاع في النسبه ديال المواد الدهنيه وديال الكغاس في الذات ديالنا. شنو هي الخليه ديال الكغاس في الذات ديالنا؟ هي واحد الخليه، واحد لا سيلول، واحد الخليه اسميتها لاديبوسيت. هاد لاديبوسيت تيكون مشحون بلي ماتيغ غاس، هو اللي تيجمع لينا هذوك المواد الدهنيه اللي في الذات ديالنا، وخاصه الشحمه الثلاثيه اللي هي لي تريغليسيريد. ملي تيكون زياده في الوزن بزاف اشنو تيطرى لهذوك الخلايا ديال لي زاديبوسيت؟ تيتزاد العدد ديالهم وتيتزاد الحجم ديالهم، وهداك الشيء اللي تيخلينا تتبان علينا العلامات ديال السمنه تنتزادوا في الوزن. كيفاش تنعرفوا بان عندنا السمنه؟ كاين ان انديس اللي تنعبروه. بون ديجا الشخص تيجي عندك تيقول لك راني تزاديت في الوزن لان حوايجي ما بقاوش تيجيو قدي، والسروال ما بقاش تيتسد ليا، وبداو تيبانوا عليا شي علامات في الذات ديالي اللي هما اللي غادي نهضر عليهم اليوم. حنايا اوطونك اطباء عندنا واحد المؤشر، جوج المؤشرات تري تري امبورطون اللي تنستعملوهم. المؤشر الاول كما قلنا البارح هو الاي ام سي، انديس دو ماس كوربوريل، اللي هو الوزن على القامه فوا جوج. هاد الانديس دو ماس كوربوريل خاصو يكون ما بين قلنا البارح 19.5 حتى 25 حتى 24.5. منين تيوصل ما بين 25 و30 هنا تتكون عندي استعداد للسمنه، هنا تنكون في لا بري اوبيزيتي، حاله ما قبل السمنه، راني غادي ندخل السمنه. منين تيفوت الاي ام سي مؤشر السمنه 30 هنا تنبدا نهضر على السمنه. هنا كاينين ثلاثه ديال الفئات، ثلاثه لي كلاس، كلاس واحد السمنه من الدرجه الاولى، كلاس جوج، كلاس واحد انا غنقول بوتيتر مويان متوسطه، كلاس جوج هي
اكثر من 35، وهنايا تنهضر على لوبيزيتي السمنه اللي مرتفعه كلاس 2. ومنين تنفوت 40 انا تيعجبني واحد السميه بزاف، لانها تتسمى السمنه القاتله. وي كاينين الحالات ديال الوفيات جوست باسكو كاين لي ام سي اللي فايت 40. لي ام سي ديالنا فايت 40، المؤشر فايت 40، سي سيغ سيغتان كو هاد الشخص غيتصاب بشي حاجه من كل من هذوك الامراض المزمنه اللي قلنا، اللي هما لي بلوز امبورطون، السكري من شكل واحد والسكري من شكل جوج، امراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط الدموي، الكوليسترول بالانواع ديالو. لي ام سي ملي تيفوت 40 هنا تنهضروا على السمنه القاتله. الشحوم، الشحوم تتكون تحت من الجلد بيان سور، تتراكم. ولكن كاينه واحد الشحمه اللي هي اخطر، اننا منين لي ام سي ديالنا تيطلع، منين هذاك المؤشر ديالنا تيطلع، جينيرالمون تندير واحد العبار اللي هو تري تري امبورطون، اللي هو مهم بزاف، هو العبار ديال الدوره ديال الكرش ديالنا، لو تور دو تاي. تنشوفوا من البوط ديالنا وتنشوفوا اكبر دوره عندنا وتنعبروها. حنا تنتبعوا المؤسسه الفرنسيه، يعني كل شيء غادي معاها. الوغ تنقولوا عند المراه منين تيفوت 80 90، وعند الراجل منين تيفوت 90 100. هذه علامات على ان عندنا شحمه في الكرش. شحمه في الكرش ماشي غير شحمه تحت من اللحم، هذا مؤشر على ان كاينه واحد الحاجه سميتها لا غريس فيسيرال، الشحمه اللي لداخل اللي في الاعضاء، اللي تدور بالكبد وتدير لاستياتوز هيباتيك وتتقدر توصل للتشمع ديال الكبد، اللي تدور حبيبات وتتقدر تتمشي للعروق ديال اليدين وديال الرجلين وتدير مشاكل في الدوره الدمويه، اللي تتقدر تسد لينا الشرايين ديال القلب والعروق ديال القلب، تتاثر على الكلي، تتاثر على كلهم المناطق في الذات ديالنا، لانها تدير واحد الحاجه سميتها لي بلاك داتيرو سكليروس. ملي تيكون السكري زايد وتيكونوا الكريات الشحمه والكريات ديال السكري، هنا اخطر واخطر واخطر. تري بيان، دونك هضرنا على لي دو زانديس. اليوم هذا تذكير ديال الامس، اليوم غادي نهضروا على اسباب السكري والعلامات ديالو. قبل ما غادي نمشيو وناخذوا لي ديتاي بيان سور، غادي ناخذوا واحد الاحصائيات. دونك واحد الفاصل ونرجع لكم. عشرات الملايين ديال المواطنين عندهم زياده في الوزن، هادشي تنهضروا مؤخرا، مقابل 4.5 ديال المليون اللي كانوا في 2001. دونك في ظرف 10 سنوات دزنا من 4.5 المليون ل 10 ديال المليون، ارتفاع كبير، ارتفاع مهول. الاسباب ديالو غادي نهضروا عليها اليوم. فهاد ال 10 ديال الملايين، 6 الملايين هما من فئه النساء، شي حنا بزاف مظلومين. 25% هما السن ديالهم تيتراوح ما بين 45 و 59 عام، و 3.6% ديال الملايين من هاد العشرة ديال الملايين عندهم السمنة القاتلة. غادي نشوفو خبير في المجال، غادي نشوفو الدكتور حسن شادر، اختصاصي في جراحة التجميل والتقويم، غيهضر لينا على السمنة والعلامات ديالها ونرجعو ليكم. Thank you.
ديال العصر. والسمنة هي واحد الحالة طبية، لأن يعني هي حالة مرضية كتعني كيكون واحد التراكم ديال الدهون بشكل غير طبيعي في أماكن في الجسم بصفة عامة في الجسم. وهاد السمنة باش كنعرفوها كان كاين واحد بالوزن، وأيضا هناك واحد يعني أنانديس مؤشر اللي كنسميه مؤشر الكتلة، السينانديس دو ماس كوربوريل، اللي هو طريقة حسابية بسيطة، هو الوزن يعني مقسوم على مربع القامة. دونك فاش كنعبروا الوزن ديال الشخص او السيد او السيده، وكان كان يعني كان كنحسبوا هذا المؤشر ديال الكتله، فاش كيكون بين 18 حتى 25 هذا الانسان العادي. فاش كيفوت ال 25 ديك الساعه الانسان كيقدر يدخل في زياده في الوزن. فاش كيكون في 30 كيدخل في السمنه، وبيان سور السمنه فيها كاين بزاف الانواع ديال السمنه، فيها السمنه من الدرجه الاولى، من الدرجه الثانيه، ومن الدرجه الثالثه. فاش كتكون السمنه من الدرجه الثالثه هو كيكون فاش كيكون يعني مؤشر كتله لانديس دو ماس كوربوريل كيكون كبر من 40. فاش كيكون هنا كبر من 40 هنا انا ما اسميه السمنه القاتله، لان هنا كيكونوا اعراض واعراض خطيره يعني ومخلفات خطيره ديال هذه السمنه، ممكن تؤدي حتى الوفيات. كما قلت لكم السمنه يعني كيكون تراكم الدهون في الجسم. الانسان بيان سور الانسان فاش كيكون غليظ يعني كيكون تراكم ديال الدهون، سواء كتكون في الطبقه الخارجيه ديال الجسم يعني كتكون تحت من الجلده، وبعض المرات وغالبا كيكون ايضا في الداخل ديال الجسم، يعني في الداخل ديال الكرش، يعني في الشرايين، في القلب، في الداخل ديال الرئه. وهنا كيبانوا الاعراض غالبا كيكون مشاكل ديال القلب، ممكن انا السكري من درجه ثانيه، صعوبه في التنفس، لكن بعض الناس كيكون بالليل كيبقاو توقفوا حتى هما، مشاكل ديال النوم. هناك عده اعراض الناس عاد مشاكل عتاني، حتى ديال الناس اللي كيكون عندهم السمنه مفرطه كيكون الالم ديال المفاصل حتى هما، ممكن هاد الاعراض اللي هي انا كدفع المريض انه يجي يدوز عند الطبيب ماشي للسمنه، وانما العرض الجانبي. الطبيب بيان سور فاش كيمشي عند الانسان مثلا الطبيب ديال الروماتيزم كينصحو بانه خصو ينقسم الوزن ديالو، كيمشي عند الطبيب ديال القلب كينصحو بانه كيكون المشكل هو ديال الوزن الزائد، كيمشي عند الطبيب ديال السكر كنرجعوا للاساس ديال المرض ديال السكر من درجه ثانيه هو ان الوزن الزائد الى غير ذلك من الاعراض. السمنه هي وباء ديال العصر، والسمنه هي واحد الحاله طبيه، لان يعني هي حاله مرضيه كتعني كيكون واحد التراكم ديال الدهون بشكل غير طبيعي في اماكن في الجسم بصفه عامه في الجسم. وهاد السمنه باش كنعرفوها كان كاين واحد بالوزن، وايضا هناك واحد يعني انانديس مؤشر اللي كنسميه مؤشر الكتله، السينانديس دو ماس كوربوريل، اللي هو طريقه حسابيه بسيطه، هو الوزن يعني مقسوم على مربع القامه. دونك فاش كنعبروا الوزن ديال الشخص او السيد او السيده، وكان كان يعني كان كنحسبوا هذا المؤشر ديال الكتله، فاش كيكون بين 18 حتى 25 هذا الانسان العادي. فاش كيفوت ال 25 ديك الساعه الانسان كيقدر يدخل في زياده في الوزن. فاش كيكون في 30 كيدخل في السمنه، وبيان سور السمنه فيها كاين بزاف الانواع ديال السمنه، فيها السمنه من الدرجه الاولى، من الدرجه الثانيه، ومن الدرجه الثالثه. فاش كتكون السمنه من الدرجه الثالثه هو كيكون فاش كيكون يعني مؤشر كتله لانديس دو ماس كوربوريل كيكون كبر من 40. فاش كيكون هنا كبر من 40 هنا انا ما اسميه السمنه القاتله، لان هنا كيكونوا اعراض واعراض خطيره يعني ومخلفات خطيره ديال هذه السمنه، ممكن تؤدي حتى الوفيات. كما قلت لكم السمنه يعني كيكون تراكم الدهون في الجسم. الانسان بيان سور الانسان فاش كيكون غليظ يعني كيكون تراكم ديال الدهون، سواء كتكون في الطبقه الخارجيه ديال الجسم يعني كتكون تحت من الجلده، وبعض المرات وغالبا كيكون ايضا في الداخل ديال الجسم، يعني في الداخل ديال الكرش، يعني في الشرايين، في القلب، في الداخل ديال الرئه. وهنا كيبانوا الاعراض غالبا كيكون مشاكل ديال القلب، ممكن انا السكري من درجه ثانيه، صعوبه في التنفس، لكن بعض الناس كيكون بالليل كيبقاو توقفوا حتى هما، مشاكل ديال النوم. هناك عده اعراض الناس عاد مشاكل عتاني، حتى ديال الناس اللي كيكون عندهم السمنه مفرطه كيكون الالم ديال المفاصل حتى هما، ممكن هاد الاعراض اللي هي انا كدفع المريض انه يجي يدوز عند الطبيب ماشي للسمنه وانما للعرض الجانبي. الطبيب بيان سور فاش كيمشي عند الانسان مثلا الطبيب ديال الروماتيزم كينصحو بانه خصو ينقسم الوزن ديالو، كيمشي عند الطبيب ديال القلب كينصحو بانه كيكون المشكل هو ديال الوزن الزائد، كيمشي عند الطبيب ديال السكر كنرجعوا للاساس ديال المرض ديال السكر من درجه ثانيه هو ان الوزن الزائد الى غير ذلك من الاعراض. السمنه
تنشكر الدكتور حسن شادر اختصاصي في جراحة التجميل والتقويم على هذه المعلومات اللي عطانا بيان سور واللي تزيد تتاكد بيان سور كلهم الحوايج اللي هضرنا فيهم البارح ولا اللي تنهضروا فيهم اليوم لاننا خدناهم من عند اختصاصي في المجال. السمنه نتيجه عن اننا تنجيبوا واحد النسبه ديال لي كالوري واحد النسبه ديال السعرات الحراريه اكثر من اللي حنايا خاصنا بارابور العمل اللي تنقوموا به بارابور المجهود اللي تنقوموا به. الوغ منين هاد لي كالوري تيجيو زايدين اش تيطرا؟ تيتخزنوا سو فورم دو شحوم ودهون في الذات ديالنا، تيتخزنوا في الخليه ديال الشحمه كما تنقولوا هي لا ديبوسيت. منين تنجيبوا هذاك الشيء كثر وكثر وكثر هذوك الخلايا تيتزايدوا كو سوا في الحجم ديالهم كو سوا في العدد ديالهم. وهنا تنبداو تنهضروا على السمنه. اسباب السمنه والعلامات اللي تيبانوا علينا هو الموضوع ديال اليوم، هي الحاجه اللي غنهضروا عليها اليوم. الوغ انا من ايطاليا، مونيا الوالده كان عندها المشكل ديال السمنه وانا من بعدها الوزن ديالي زايد. وي مونيا، الوغ كاينين العامل الجيني، الوغ من بين العوامل اللي تتدخل في السمنه كاين السمنه العائليه اللي هي السمنه الوراثيه. يعني واحد السيده تجي عندك وتتقول لك انا راه ما تناكلش بزاف وتنحاول انني نتحرك، ولكن راه انا منين كنت صغيره ولا منين كنت صغير ولا اول ما بديت تنبلغ بدا عندي هذا المشكل اللي هو المشكل ديال السمنه. انا الاب ديالي والام ولا الام ديالي خويا خلاني ولا عمامي ولا خوتي عندهم هذا المشكل. دونك كاين العامل الوراثي، كاين العامل ديال الوراثه، السمنه هي وراثيه ايفيكتيفمون. الوغ فاطمه سلام الدكتوره، ما هو علاج الغازات؟ الوغ الغازات في النصران او القولون العلاج ديالو بيان سور كاين العلاج اللي هو الميديكال بيان سور، حتى تنكون مشيت شفت الطبيب كسوا طبيب الاسره ولا طبيب اختصاصي في امراض الجهاز الهضمي تاكد بان ما عندي حتى شي مشكل، ما عنديش شي اوبستاكل، ما عنديش شي حاجه اللي مأطره في المصران، ما عنديش المصران جروح، ما عندي فيه حتى مشكل، عندي غير الغازات في المصران اولا عندي القولون العصبي. الوغ هنا جوج ثلاثه الحوايج تيديروا. الحاجه الاولى انني خصني نخلي المصران ديالي يخدم مزيان، باش نخلي الخدمه المصران ديالي مزيان خصني ندير لاكتيفيتي فيزيك، خصني نتمشى، خصني نتحرك، هذه هي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو انني خصني ما نجيبش المصران ديالي ما ناكلش الحوايج اللي فيهما الغازات، يعني غندير ريجيم، نحيد الكسكسو، نحيد الحريره، نحيد القطاني، نحيد المشروبات اللي هي غنيه بالغازات، اللبن، المناضة، عصير الليمون، ونحيد الخضر اللي هي غنيه بالغازات بحال الكرم، لي شو، اللفت، بطاطا قصبيه، الجلبانه، الفول، النعناع. الوغ كلهم هادو حوايج اللي تيكونوا غنيين بالغازات. الناس اللي عندهم المشكل ديال القولون العصبي واللي عندهم هاد المشكل من الاحسن انهم يبعدوا منه وانهم يتفادوه. الحاجه الثالثه هي ان هادوك الغازات اللي عندي متراكمه في المصران ديالي خصني نحيدها، باش نحيدها هذه الخدمه ديال الطبيب هو اللي ملي تيقلب لي وتيدير لي ليكوغرافييتو تيقول لي غديري الريجيم ديالك، غديري الرياضه ديالك، غتشربي الماء بنسبه كافيه باش النصران يخدم مزيان، وغادي تاخدي الدواء اللي هما دي شاربون اكتيف اللي هو هذاك الدواء الكحل اللي تتقولوا واللي هو تيعاونني انني نحيد الغازات. غير هو المشكل ان الواحد تيطرخ في النصران ديالو تيتفش صافي ولا مزيان تيرجع ياكل كما كان، وتيرجع عند الطبيب تيقول لي هو ما فاتنيش الحال، ما قداش ليا الدواء. راه ماشي الدواء اللي ما قداش لك ولا الطبيب ما عطاكش الدواء مزيان، خدتي الدواء خرج لك هذوك الغازات وراه عاودتي كلتيهم عاودتي دخلتيهم، دونك بحال ما درتي والو. الوغ الناس اللي عندهم المشكل ديال المصران واللي عندهم المشكل ديال القولون العصبي خصهم يحضيو راسهم، خصهم يديروا لو ريجيم ديالهم ويديروا الرياضه ديالهم ويشربوا الماء كما قلت بنسبه كافيه. ابتسام هذا هو الاحراج. لا ما كانش الاحراج ابتسام. الوغ التجربه ديالي انا الشخصيه، انا كان عندي لو سيغ بوا داكوغ، كان عندي الوزن الزائد بيسكو انا من عائله اللي الاب ديالي عنده مشكل ديال السكري وعنده مشكل ديال الضغط الدموي، بون عنده جوج الامراض المزمنه، عنده القلب وعنده السكري، والوالده ديالي عندها مشكل ديال ارتفاع الضغط الدموي. الحمد لله ما عندناش مشكل ديال السمنه في العائله. دونك اول حاجه بديت بها هو انني خصني نحمي راسي من هاد الامراض، دونك تنتفادى كلهم الحوايج اللي هما غنيين بالدهون، وتنتفادى بيان سور الحوايج السكريات اللي هي مضافه لانني عندي العامل الوراثه ديال السكري في العائله ديالي. وثاني حاجه خدمت عليها هي انني خصني نقص الوزن ولو ان ما كانش عندي الدهون كثار، دونك كانت عندي مع السبور كانت عندي لا ماس مسكولير، ولكن نقصت الوزن خدت الوقت ديالي كما قلنا البارح، ما تنجيش تنقص الوزن في شهر ولا شهرين، يعني انا على مده واحد العام ولا عام ونص حيدت 26 كيلو وبار لا سويت خدام على راسي باش نستابيليزي هذاك لو بوا. كيفاش؟ ان ريجيم نورمو كالوريك، تناكل بواحد الطريقه اللي هي منتظمه، الامور اللي غادي تعاوني في الدات ديالي واللي غادي تجيب لي لي زابور انرجيتيك اللي خاصيني
بلا ما تاثر الذاتي ديالي، بلا ما يكون عندي نقص حتى حاجه. فطور مزيان، غدا مزيان، ساعتين قبل ما نعس تناكل شي حاجه اللي خفيفه، ما تناكلش باللوقات، تنحيد من السكريات المضافه، تنعرف سي با لا كونتيتي، ماشي العدد ولا الكم ديال الاكل هو المهم، ولكن لا كاليتي سي الكيف، هذيك لا كاليتي ديال هذاك الشيء اللي تناكلو خصو يكون مزيان، وخصني وتنحاول انني نزول الرياضه. دونك ماشي حشومه انا تنهضر فيها هكا اون ديريكت. انا من بين الناس اللي كان عندهم لو سيغ بوان وحيد 26 كيلو. السلطانه حنا تناخذوا، تنهضر انا اون جينيرال، وتناخذوا الراي ديال الاختصاصي بيان سور في المجال اللي تيزيد ياكد الهضره ديالنا. دريس، سي دريس، سلام اختي الدكتوره، انا والد من شرفين، سي والد، انا الوالد تاعي فيه السكر، وعراتي بيت نعرف واش السكر وراثي والسكر وراثي كيتزاد مع الانسان وكيفاش يمكن نتفاداه. على كيما قلت الاسبوع اللي فات سي دريس، السكر هو مرض وراثي، كاين العامل الوراثي فيه داكوغ، ماشي معناها ان حيت باك فيه السكر راه ضروري غادي يجيك السكر، ولكن الناس اللي عندهم واحد في العائله قريب بزاف، الاب ولا الام ولا شي حد اللي قريب في لابارونتي ديالو بروميي دوغري اللي هو قريب بزاف عنده المشكل ديال السكري، هما ناس اللي خصهم يحميو راسهم. باش يحميو راسهم بتغذيه متوازنه، تيبعدوا من السكريات المضافه، تيديروا الرياضه ديالهم المينيموم واحد نص ساعه ديالهم ديال لا مارش في النهار بيان سور، والمراقبه المستمره، خاص يكون عندهم طبيب عام وطبيب اسره اللي هو عارف هذا العامل ديال الوراثه، اللي تيطلب منهم تحليله، تيديروا عنده لا كونسلطاسيون، تيدير لهم تحليله ديال السكر، الخزان ديال السكر مره على راس ديال كل 3 شهور، وانت ديجا في الدار ديالك يكون عندك لي بونبليت وتقلب السكر ديالك مره. سوسن برادا، الوغ جوست احنا هذا الاسبوع تنهضروا على السمنه، ولكن ما يبعد تقدروا معكم الدكتوره نسرين الكوتش سيرتيفيه وطبيبه الاسره، تقدروا تسالوني على كل شيء. حنايا هنايا ما تنديروش لي كونسلطاسيون، ما تندوزوش، ولكن حنايا هنايا للارشاد والتوعيه الصحيه. دونك تقدروا تطرحوا عليا الاسئله ديالكم في كلهم المجالات، مرحبا بالتساؤلات ديالكم وبالتفاعل ديالكم معنا. تفاعلوا معنا سواء في الموقع الرسمي ديالنا www.shooftv.ma، ولا على الصفحه الرسميه ديالنا في الفيسبوك facebook/shooftv.ma. سوسن، دكتورة انا عندي 26 عام وكنوزن 74 كيلو، طول ديالي 1.72 متر، شي 3 سنين منين ولدت كنت 82 كيلو، وكندير ريجيم، ما كنحش بزاف، كنخرج تناكل، ودابا هادي 3 شهور باش دايره ريجيم والرياضه المشي بلاتي نشوف بشويه، مع اني ما كانوا نعاني من حتى مرض، وشنو هو الوزن اللي خاصو نكون فيه، عافاك نصحيني دكتور ميكسي. مرحبا سوسن، مرحبا مدام سوسن براده. دونك 26 عام، عندك 74 كيلو، نفضل ان عندك 1.72 متر، نفضل ان يكون عندك بون بوغ 1.72 متر تكون عندك ما بين 66 و70 كيلو داكوغ. دونك هذا بوغ موا سي الوزن ليديال اللي غيكون عندك. الوغ كيفاش تنعبرو؟ تنديرو الوزن على الطول فوا جوج، الوزن على القامه فوا جوج، خاصها تكون عندك تتراوح ما بين 19 و 24.5. داكوغ، الوغ هنايا توي دون زان اي ام سي كي ايديال. الوغ حملتي بيان سور في الحموليه تناخذ واحد الوزن، الوغ مورا الحموليه بيان سور تنقول منين المراه تتكون تترضع ما غاديرش لي جيم كي ايبوكالوريك، غادير تاكل بواحد الطريقه اللي هي منتظمه متوازنه، ولكن غتبعد من الحوايج اللي هما اللي تيغلطوها، نحيدوا هذوك المغلوطات ان المسمن والبغرير والرفيصه هما اللي تيديروا الحليب في البزوله، لا، الخضره والفروته والحوت والدجاج واللحم والحليب ودانون والمشتقه ديالو هما اللي تيديروا الحليب في البزوله. دونك ناكل بواحد الطريقه مزيانه، بواحد الطريقه منتظمه، نشرب الماء بنسب كافيه باش يكون الحليب ديالي زوين. منين المراه تتولد عادي، انا ديجا مورا سن ديال مورا 4 شهور ديال الولاده تنصحها انها تبدا تزول الرياضه ديالها غير خفيفه. منين تتولد بالسيزاريان مورا 6 شهور تنخليها تقدر تزول الرياضه، و 8 شهور منين تتوصل 8 تتبدا تشوف الشحوم، في الشحوم فين عندها متمركزه، غالبا تتمركز ليها في البطن ديالها، وهذاك لو موسكل، هذاك الكرش ديالنا، هذاك العضله اللي كاين في الكرش، لان تتسع وتتجبد بيان سور مع الحموليه، تترهل موراها وما تتبقاش لو موسكل خدام مزيان. دونك ملي تنكملوا الثمن تنديروا الحصص ديال الترويض ديال هاد لو موسكل باش تيعاود يرجع ليليستيسيتي ديالو وتيعاود يرجع فعال. صباح الخير شمس، مرحبا. انا اسمي سلام، انا الاسم ديالي عايده من ايطاليا، تحياتي
تحياتي لكل من المغاربية ديالنا اللي في المغرب وكل من المغاربية ديالنا اللي خارج أرض الوطن. من إيطاليا الوزن ديالي 60.7 والطول ديالي 1.55 وأنا عندي السمنة مفرطة. لا ما عندكش السمنة مفرطة ولكن غادي نقول لك بدات عندك توي دون لو كادر بري اوبيزيتي غتبدا عندك السمنة الوغ بارابور للطول ديالك لانك انت شوية قصيرة القامة بارابور للطول ديالك 1.55 خاص تكون فيك ما بين 50 ما بين بون نقولوا ما بين 50 55 كيلو داكوغ الا بغيتي تكوني في ان بوا ايديال الوغ توي ا 60 كيلو هنايا تنقولوا سي لا بري اوبيزيتي انت في مرحلة ما قبل السمنة. كريم مرحبا جزاك الله خيرا مرحبا سي العلامه سليمه انا فاتحه على ظهري ال L4 وال L5 دونك كانت عندك الفقرات ال L4 وال L5 غالبا غيكون كان عندك فيهم متفاوتين اون ايرني وجديت الوزن 10 كيلو اشنو خاصني ندير حيت تلقى صعوبه في الرياضه. الوغ سليمه ديجا انت واحد الحاجه هي عندك هو ان عندك غالبا غتكون كانت عندك لاختروز داكوغ عندك المشكل ديال لاختروز في العظام اللي هو داك الزيت اللي ما بين العظام ما بين المفاصل الكبار تيكون نقص وتيبدا العظم تيتحكك مع العظم وهذيك لاختروز منين تتجي في العمود الفقري ولا تتجي في السنسول هذاك السيديات اللي تيكونوا في السنسول تيبداو تيتكالو دونك العظم تيتلاصق مع العظم تيتلاصق مع العظم وتيبدا تيتحكك معاه دونك هنا تيكون التاثير تيكون تاثير على هذاك النخاع الشوكي اللي تيكون دايز تكون بعض المرات اون ايرني ديسكال تيتفاوتوا هذوك الديسكات ولا تيتفاوتوا هذوك الفقرات ديال الظهر وهنايا بيان سور هذا الشيء تاثر في هذاك النخاع الشوكي اللي هو عامر بالعروق اللي لداخل. الوغ ما بين الحوايج اللي تنقدروا نديروهم بيان سور ما بين الحلول اللي هما الرياضه بلوتو اللي هي الجراحه. الوغ انت درتي جراحه على الفقره ديالك ال4 ال5 الوغ اول حاجه خصك تعرفيها هو ان ما خصش يكون عندك الوزن الزائد لانك انت ديجا درتي عندك المشكل ديال لاختروز ودار لك لايغني ودرتي الجراحه الوغ ما خصش ضروري وضروري ومؤكد ما خصش يكون عندك الوزن الزائد لان هذاك الشيء غادي يخلي ان العمليه ديالك ما تنجحش غادي يقدر يزيد ياثر لك على المفاصل ديال الرجلين حتى هما ونوليو في المشكل ديال لاختروز ديال الرجلين وهادو من بين العلامات ديال السمنه اللي غادي نهضروا عليهم اليوم. الوغ ضروري ومؤكد انك خصك تنقصي الوزن غتقولي لي مع الفتحه ما غنقدرش ندير الرياضه الوغ غادي تشوفي مع الطبيب ديالك اللي فتح ليك باش يعطيك الوقت اللي غتقدري تبداي تزولي فيه الرياضه ديالك. احسن رياضه بالنسبه للحاله ديالك هي لاكواجيم هي السباحه ولاكواجيم تقدري ديري بيان سور شويه ديال لا مارش بواحد الطريقه اللي هي خفيفه بواحد الطريقه اللي هي ماشي استرينيونت وبيان سور تاكلي بواحد الطريقه اللي هي متوازنه ومنتظمه. انا ما كرهتكش كاريمون انك تمشي عند طبيب اسره اللي اختصاصي في التغذيه ولا عند اختصاصي في التغذيه كاريمون اللي يشوفك واللي يعطيك ان ريجيم اللي هو ادابتي اللي غتبقي متبعه باش ما تزيديش في الوزن ولا بلوتو باش تنقصي بالوزن وباش تنجح لك العمليه ديال الظهر ديالك وما يكونش تاثير على الظهر ديالك. دكتوره انا سمينه بزاف واش ناكل انا سمين بزاف واش ناكل سي فيصل ما نقولش شنو تاكل بالضبط حنا قلنا البارح ما كاينش واحد الريجيم اللي هو تياخذ كل شيء باش غادي ينقص ملي تيكون عندنا السمنه وتتكون عندنا لوبيزيتي تنتوجو عند طبيب سواء طبيب اسره ولا طبيب اختصاصي في الغدد والسكري ولا طبيب اختصاصي في التغذيه تيدير لنا واحد كونسلطاسيون عامه واحد الفحص سريري عام تيطلب لينا كلهم التحاليل اللي خاصينا بما فيهم تحاليل الكوليسترول ديال الغده الدرقيه ديال الكلي بون كله لو بيلون كيما عند المرات لو بيلون هرمونال تحاليل ديال الهرمونات بعض المرات تنطلبوا لا كورتيزوليمي ديال 24 اور نقول لكم علاش. الوغ اول حاجه هاد لو بيلون منين تنديروه بوغ جوج حوايج الحاجه الاولى تيورينا السبب ديال السمنه باش نخدموا عليه والحاجه الثانيه المخلفات ديال السمنه باش خصنا نطريطيوهم وتما كاين عاده تنديسيديو شنو هو الريجيم اللي خصك تتبعو الرياضه اللي خصك ديرها عدد الساعات ديال الرياضه اللي خصك دير وطريقه المنتظمه ديال الماكله دونك ما كاينش واحد لو ريجيم اللي هو هكا اي واحد يقدر ياخذه. غنعطيكم ان اكزامبل كاين لو ريجيم ايبر بروتينيميك واللي هو واحد لو ريجيم تنعطيوه حنايا انا اوتون كورتيساسي في التغذيه تنعطي ولكن ما تنعطيش لكل شيء. هذا لو ريجيم ايبر بروتينيميك اشنو هو المبدا ديالو هو انني واحد اليومين ولا 3 ايام ولا 4 ايام تناكل غير اللحوم داكوغ دونك جو برون كو دي بروتيين لان لي بروتيين غير تتخاد هذيك النسبه اللي خادانا في الذات وشي لاخر تيتلاح مع لي ديشي مع لي ماتيغ فيكال ولكن هاد لو ريجيم ايبر بروتيينيميك خاص تكون الاراده والعزيمه ديالو لانك تتاكل كو الحليب ودانون واللحوم غيان دوطخ
داكوغ، والماء بالنسبه كبيره 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 بزاف، ولكن هاد الناس خاص يكونوا درنا تحليل وعرفنا بان الهرمونات ديال الكبد ديالهم مزيانين. هاد السيد ولا هاد السيده ما عندوش مشكل ديال المراره، لان كاين لو ريسك ديال انه يدير الحصي في المراره ولا في الكلوي، خصنا نكونوا درنا لاسيد اوريك، النسبه ديال لاسيد اوريك وما لقيناش مرتفع، لان كاين لو ريسك ديال انه يدير لينا اون كريز دو غوت، خصنا نكونوا درنا تحليل ديال الكوليسترول وما لقيناهمش طالعين، لانه غادي ياكل حتى اللحوم الحمراء. دونك سي لو كاباركا، ما تنجيوش ونعطيو بون عندك الوزن بزاف بغيتي تهرس، لان هذاك الريجيم ايبر بروتينيميك فريمون تخليني نهرس الوزن، ولكن ما غنجيش ونعطيه لاي واحد. كاينين دي كا اللي هما سبيسيال، وانا طبيبه اللي تنعطيه، وفريمون تنقول لهذاك السيد ولا السيده غنبقى معاك اون كونتاكت طيله هاد 4 ايام. انا اسمي محمد العمراني، من قلعه صراغنا الوزن ديالي 120 كيلو، ولكن ما كنعاني من حتى مشكل، ويمكن لي نتحرك كيف. الوغ انت تقول ما تعاني من حتى شي مشكل، واش مشيتي عند الطبيب؟ واش درتي تحاليل ديال الكوليسترول؟ واش شتي السكري ديالك؟ تتعاني من حتى مشكل 120 كيلو؟ ما يمكنش تقول لي بانك منين تطلع وتهبط في الدرج ما تتنهش، ما يمكنش تقول لي بانك ما تتسخفش، ما يمكنش تقول لي بانك ما تخرجش في الليل، ما تتعرقش، ما تتحش بالسخفه، ما تتحش بالعيا، العظام ديال يديك وديال رجليك ما تيضر، العظام ديال رجليك وديال المفاصل ديال الرجلين خاصه ديال القدام وديال الركبي ما تيضركش، ما عندكش مشكل ديال العرق، ما عندكش مشكل الدوره الدمويه، ضروري وضروري ومؤكد غتكون شي حاجه من هذا الشيء. وفوق من هذا الشيء حنا ما تنشوفوش اليوم، ما تنشوفوش الحاضر، انا تنقول تاثير على المدى الطويل. 120 كيلو كما كان الطول ديالك انت في سمنه قاتله، سمنه قاتله صافي دير، كاينين كاينين شي حوايج دابا وغيكونوا شي حوايج من بعد، اللي هما هي غتكون من بين الاسباب ديال كل من الامراض المزمنه اللي غتقدر تعاني بها. اليوم راك باقي صغير، غدا غتفوت السن ديال 50 عام، تما تيبدا التاثير تيبان مزيان. سلام دكتوره، انا من ايطاليا، عندي سمنه مفرطه، ومنين مشيت درت الفحص لقيت عندي مشكله في الغده الدرقيه، اش ممكن ندير وشكرا. الوغ من بين الاسباب ديال السمنه اللي هي مرتفعه بزاف هي المشكل ديال الغده الدرقيه الليبوتيغويدي. شنو خصك ديري؟ خصك تشوفي الطبيب ديالك، بيان سور الاختصاصي في الغدد والسكري خاصو يدير لك اي تلفازه اي لا سانتيغرافي، بون تاكدوا ما كاينين لا ولسيسات لا والو في الغده الدرقيه، بان عندك جوج اضطراب في الهرمونات، خاصو يقاد لك الهرمونات ديالك. دابور خصنا نداويو السبب، نقادو الهرمونات ديالك. الوغ ملي غنقاد الهرمونات ديالك انت تتقولي لي عندك سمنه مفرطه، تما كاين الاختصاصي ديال التغذيه ولا الاختصاصي ديال السمنه، غايقول لك انت في واحد الحاله اللي تستدعي اننا نديرو جراحه، ولا غادي نديرو الريجيم زائد الرياضه زائد الحصص ديال التخسيس اللي هي فيزيائي، وغادي تنقصي من الوزن. انا زايد في الوزن خلال الحمل، زدت 20 كيلو بزاف. الوغ لو ماكسيموم 8 9 10 كيلو ما خصناش نفوتوها باش نقدروا نحيدوها من بعد. الوغ دابا الوقت اللي غادي تمشي عند طبيب الاسره ديالك ولا الاختصاصي في التغذيه، غادي تشوفي معاه واش عندك السمنه في الداتي ديالك كلها، ولا عندك السمنه متمركزه في شي مناطق في الداتي ديالك، وخصك ديري لو ريجيم اللي غادي يعطيك، وخصك ديري الرياضه، وخصك تشربي الماء بنسبه كافيه كبيره بزاف، وتخدمي على هذاك الوزن باش تحيديه. سوسن، مع اني كنشوف راسي طيرت في الجسد ولكن مزيان. بون شو كاين شوفه ديال كل واحد لراسو، سي ليماج دو سوا، مو جو سوي كونتون دو توا سوسن. راه كاين اللي تيكون عنده سي اسماعيل الدهون ديال الكبد، واخا انا غادي نجاوبك على سي اسماعيل، شكرا على هذا السؤال لانه مهم ومهم بزاف. كاين اللي هو اي سون بيان دون سابو، عنده الوزن زايد اي لي بيان دون سابو. الوغ جو سوي داكور، جو في ريان دير، ولكن خاص المينيموم هذا الوزن زين ما يكونش مادي لك المشاكل. الوغ بغيتي تبقاي تتبني مزيان وتتبني فورميا، حيدي المواد الدهنيه. يعني غتمشي عند الاختصاصي في التغذيه ولا في امراض السمنه، غادي يعبر لك النسبه ديال الدهون اللي عندك في الداتي ديالك. الوغ بغيتي تكوني فورمي، في دو سبور تكون عندك لا ماس مسكولير، النسبه ديال العضلات اللي هي الحجم ديال العضلات يكون اكثر بيان سور، والنسبه ديال المواد الدهنيه ولا ديال الدهون اللي عندك في الدات ديالك تنقص، لانها باغ لا سويت غتكون سبب ديال المشاكل في الصحه ديالك. كوكو توطا، عافاك عاودي السؤال لانني الاسئله كثيره بزاف، دونك دغيا تتمشي ليا، ما تنجي نشوف سؤال بعض المرات تيمشي ليا. توطا عاودي اعطيني السؤال ديالكم. وعليكم السلام ورحمه الله سيمسترافا كنزه، هضري ليا على الديتوكس. الوغ الديتوكس هو واحد الحاجه اللي كاينه دابا اللي تنهضروا عليها بزاف، هما الشوائب اللي تتكون عندنا في الذات، دونك حنايا هذوك الشحوم اللي تتكون عندنا في الذات زائد الادويه اللي تناخذوها زائد الماكولات اللي فيها مواد صناعيه
ولا 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 تتأثر لنا على الذات ديالنا وتتخلي عندنا واحد المواد اللي فراز ديال المواد في الذات ديالنا اللي هما تيكونوا شوائب من بعد. حنايا تنحيدوا هذوك الشوائب باش بلي سوليوشن ديتوكس. الوغ كاين لي سوليوشن ديتوكس اللي هما تيتباعوا في لي فارماسي ولا لي بارافارماسي اللي تيتباعوا واجدين داكوغ تيعطيكم لي مونتوراسيون باش نديرهم. وكاينين لي سوليوشن ديتوكس اللي هما دابا تيتصابوا ولا معروفين بزاف. ديجا ملي تديروا عير العصير ديال الحامض مع شويه نعناع مع شويه جونجومبر اللي ولا دابا معروف هو لو كوكتيل دو جينجومبر بالحامض, هذاك راه سيت اون سوليوشن ديتوكس داكوغ. ولكن ماشي اي واحد غيقدر ياخذو وما نكثروش منه بزاف باش ما يكونش تاثير على المعده, لان فيها واحد النسبه ديال الحموضه اللي كبيره بزاف في هذاك لو جينجومبر. كاينين الناس اللي منوع عليهم لو جينجومبر فيو ان عندهم مشكل بيتيتر ديال ارتفاع الدوره الدمويه ولا عندهم حساسيه ولا دونك. ماشي كلشي الناس يقدروا ياخذوهم. بلوس قلت لكم الماء اللي انا تنستعملو شخصيا اللي هو اون سوليوشن ديتوكس كو جو تروف كيري بيان. سا سوفي انك دير قرعه ديال الماء ودير فيها حامضه تقطعها لاربعه, عشرات الوراق ديال النعناع, شويه ديال سكينجبير البلدي اللي هو طري, وعود ديال القرفه, تخلط خلط خلي هذاك الشيء يبات والغد ليه تصفي. دونك تشرب جوج قرعي في النهار, هذاك تيعاونك او ميم طون راك تشرب الماء او ميم طون تتحيد شوائب اللي عندك زايدين في الذات. انا محمد من البيضاء, الوزن ديالي 106, عندي سمنه وراثيه, تنمارس الرياضه لكن مؤخرا اصبحت اعاني من ضيق في التنفس والالام في القلب. زرت الطبيب قال لي لك اي شيء سبب الارهاق ولكن المشكل مازال مستمر, مازال ضيق في التنفس ونشفان ديال الفم. قمت بقياس السكر فوجدته طبيعي. هادو من بين العلامات ديال السمنه اللي حنا غنقولوهم. الوغ نرجعوا نعطيكم شويه ديال العلامات اللي قلنا ديال السمنه. الوغ العلامات ديال السمنه ديجا اللي هي تتبان علينا واللي هي تتكون واضحه, بون كاينه ديجا ليماج دو سوا, انني تنشوف راسي بانني زدت في الوزن, الحوايج ديالي ما بقاوش يجيو قد ديال الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الشخص تيولي تيعاني من التعرق بزاف, الشخص تيولي تيشخر في الليل لان تيكون كل ما تشحوم اللي مجموعين هنايا تاثروا عليه, تيولي عنده ضيق في التنفس ما تيبقاش يتنفس مزيان, ما تيبقاش يقدر يطلع الدروج, تيولي تيتمشى غير شويه تينهج وتيسخف. غيولي يقول لك انا كنت نطلع حتى للثوازيم ايطاج عاده تنعيا, دابا من البروميير ايطاج انا بعدا كاينه من الدروج الاولين راني بديت تنعيا. تيبداو يبانوا العروق في الرجلين داكوغ, لان تيكون هذاك الوزن ثقيل بزاف, تيكون في الواحد تيتنفخوا ليه رجليه في الاخر ديال النهار تيكونوا سخانين وحمرين وتيكون هذاك التنمال لان تيولي مشاكل في الدوره الدمويه, تيكون الحريق في العظام وفي المفاصل ديال الرجلين ولا ديال الركابي لان هذاك الثقل تيكون هابط على الواحد. كلهم هادو علامات, تيكون سوء ديال الهضم اوسي. دونك كلهم هادو من بين العلامات اللي تنقدروا نحسوا بهم. هادو غير علامات ديال السمنه, ما تنهضرش على المخلفات منين غيكون السكري العلامه ديالو ولا المشكل ديال القلب والعلامه ديالها ولا منين تيطلع الكوليسترول وتيكونوا العلامه ديالو ولا منين تيطلع لاسيد اوريك وتيكونوا العلامات ديالو. الوغ الاسباب ديال السمنه, الوغ اسباب اللي هي كثيره بزاف. الوغ كاينين عوامل اللي هي هرمونيه, كاين واحد الحاجه سميتها لو سيندروم دو كوشينغ. شنو هو لو سيندروم دو كوشينغ؟ هو واحد الانسان اللي تيكون عنده الوجه ديالو داير بحال لا لون داير بزاف داكوغ, وتيكون عامر من الفوق وتيكون ضعيف من التحت. غالب الظن هو المرض اللي تنقولوا واحد الواحد مشى شرب هذوك لي كورتيكويد باللغه العاميه ديالنا خد دردق, خدها بواحد الطريقه اللي هي كبيره بزاف واثرت فيه ودارت ليه لو سيندروم دو كوشينغ. هاد سيندروم دو كوشينغ كاين سيندروم دو كوشينغ اللي تيجي عند الناس اوطون كون مالادي, وكاين عند الناس اللي هما تياخذوا لي كورتيكويد باغ لو ميدسان ما تياخذوا ما تينقصوش بيتيتر من الملحه وتعطي هذاك التاثير ديال لو سيندروم دو كوشينغ, ولا كانوا تياخذوا على شي التهاب ديال المفاصل ولا التهاب ديال لا تورينال باغ اكزومبل ولا بوندو واحد الوقت كبير وجاو حبسوا في دقه. الوغ ملي تنكونوا تناخذوا اون كورتيكوثيرابي الون تيرم تناخذوا لي كورتيكويد بواحد الطريقه اللي هي طويله بزاف ما تنجيوش تنقطعوا في الدقه, فقط الطبيب هو اللي تيورينا الطريقه المثلى باش نحبسوا هذوك لي كورتيكويد بلا ما تيكون عندهم تاثير على الذات ديالنا. ليبوتيغويدي هي اضطراب في الهرمونات ديال الغده الدرقيه. دونك تيكون هذاك اضطراب ديال هرمونات الغده الدرقيه باغمي لي سيمبتوم اللي تيبانوا علينا هي السمنه المفرطه. الانسولينوم تتكون واحد التومور داكوغ اللي هي تفرز الانسولين وبواحد الطريقه اللي هي كبيره بزاف وتتعطي الانسولينوم. نقص في الهرمونات ديال النمو في الذات حتى هما تيكونوا من المسببات ديال السمنه. الوغ كاينين دي فاكتور كي سون نورولوجيك اللي عندهم علاقه بالجهاز الدماغ والاعصاب. الوغ واحد الانسان اللي تعرض لواحد لو تروماتيزم دار اكسيدون طرا ليه شي مشكل هو عاجز دابا ما تيتحركش, واحد الانسان اللي هو مقعد بسبب انه مصاب بسرطان داكوغ. الوغ كلهم المشاكل اللي تتخلي الواحد تيولي اون سيدونتاريتي تيشد الفراش وما تيتحركش
و بيتيتغ تيكون معرض لواحد العامل نفسي كبير بزاف اللي تيخلي عنده مشاكل انه تيولي ياكل بيتيتغ بزاف ولا تياكل بطريقه غير منتظمه وما تيحرقش هذوك الدهون اللي هما تياخذهم وتيخلي ان يكون عنده ارتفاع في الوزن. كاينين عوامل جينيه، كاينين امراض جينيه اللي تتسبب السمنه. جوج ديال الامراض لو سيندروم دالستروم داكوغ اي لو سيندروم دو باردت بيدل. الوغ هادو جوج ديال لي سيندروم بون سي بلوتو ان بو هادشي بلوتو ان بو ميديكال 100%. سيندروم دالستروم ولو سيندروم دو بندت بيدل هادو واحد الامراض جينيه، عوامل جينيه اللي اللي تتادي الى السمنه المفرطه. بيان سور كاين العامل الوراثي تيلعب واحد الدور كبير بزاف. الوغ الاسباب علاش في 2001 كنا في 4.5 مليون واليوم حنا في عشرات المليون ولا اكثر. تري بيان، شحال هادي ما كانوش سيارات بزاف، كان الراجل من تيفيق في الصباح تيفيق تيمشي للجامع تيصلي تيمشي للخدمه ديالو تيعاود يجي للخدمه ديالو يتغدى، كانوا الاوقات محدده يعني تيفطر تيصلي الفجر تيفطر في الصباح بكري، فطور ديال الدار بزويته ديال العود وخبيز ديال الدار، الماكله اللي مصاوبه ليه مولات الدار، تيجي تيتغدى بهذاك الطويجين المغربي اللي هو طايب على الفاخر بزويته ديال العود بيان سور، وفي الليل كانت غالبيه الظن تتكون شي حاجه خفيفه، رويزات بالحليب شي حاجه اللي خفيفه، ولا ان غوتي كان كبير اتاي والصينيه وتيجمعوا عليها الناس وصافي، وتينعسوا بكري لان حتى العامل ديال النوم وعدد ساعات النوم حتى هو تيلعب واحد الدور. اليوم تنفيقوا خصنا نمشيو للخدمه، الام خدامه والراجل خدام، انا غنبسطها لكم لان واحد الحاجه عايشه فيها حتى انا وتنشوفها كل نهار. تتفيق في الصباح بكري ما لقيتيش الوقت باش غادي تفطر، تتهز ولادك تشري لهم لي بيسكوي، انت تشري شي حاجه من لاباتيسري غادي وتتاكل فيها، هي غنيه بالشحوم، ما فطرتيش مزيان، راك كليتي واحد الحاجه اللي هي دهنيه بزاف ولكن ما عطاتكش الانرجي اللي خاصك، ما خديتيش هذاك الحليب وما خديتيش هذاك زويته العود وما خديتيش هذاك العسل وما خديتيش هذوك السكريات البطيئه اللي غادي تعاونك، ما خديتيش هذوك التمرات، ما خديتيش هذوك لي فروي ساك اللي غيعطوك هذاك الجهد اللي هما مهمين في الفطور. مع العشره غيجيك الجوع، غادي تصيفط على شي حاجه غادي تاكلها، غالب الظن ان بيسكوي حلوه ولا شي حاجه. وصلنا لوقت الغدا ما تمشيش للدار باش غادي تغدى، دونك غتاكل كوا ان فاست فود. اسهل حاجه هو انني في البيرو ديالي ولا ملي غنكون غادي في الطريق باش ندي الولاد ولا غادي نجيبهم ساندويتش راني تناكل في الطوموبيل، ساندويتش لي فخيت، ما خدت شي حاجه اللي هي انرجيتيك واللي غادي تعاونني، ولكن خدت واحد الحاجه اللي هي مشبعه بالدهون. ما تغديتش مزيان وما تغديتش راه كليت ولكن ما تغديتش في الوقت وما جلستش وما حسيتش بهذيك لا سونساسيون ديال الشبعه. مع الرابعه ولا الخمسه غيجيني عاوتاني جوع، غادي ناكل شي حاجه غالبا بالظن سكريات مضافه، غندخلوا مع الدراري غنديروا الكوتي، درنا الكوتي غيبقاو يديروا لي دوفوار، ما درت انا والو في النهار، عاده ندور عاده نصوب الدار، وصلت 11 الليل عاده فكرت بانني غادي نتعشى انا مول الدار، انا تعشيت. سي سكي نو زاريف شاك جور، ما نكذبوش على راسنا، سي اون فيغيتي وحقيقه حنايا عايشين فيها. داكوغ الوغ خدنا ما خدنا بوندون توت لا جورني، ها نتوما تتشوفوا ما خدنا حتى شي حاجه اللي غادي تعطيني هذاك الجهد ولا غتعطيني هذيك القوه، اي اون ميم طون انا ولا عندي او ميم طون انا خدت بزاف الحوايج اللي فيهم الدهون المشبعه. فوق من هادشي ولات السمنه عند الاطفال كثيره بزاف، علاش؟ حيت ما بقاش هذاك الطفل تنجلسو في الدار وتنفطرو وتنغدو وتنعشيه، نو الاطفال تنديرو ليهم غادي في الطريق تنعطيه ياكل ان بيسكوي، ما بغاش يفطر ليا وكل ان بيسكوي، دا معاه ان بيسكوي كانوا مع العشره، درت ليه ان ساندويتش اللي غياكلو في الغدا، منين تمين جاي في العشيه بغا شي حاجه غناخذها ليه من الزنقه راه هي كلها دخل نعس. لو ويكاند خرجتو على برا ما تمشيوش لواحد البلاصه اللي غادي ناكلو فيها دي غياد، غادي ناكلو فيها حوت مشوي، غناكلو فيها واحد الحاجه طبيعيه، غادي ناخذ الحيمات ولا غناخذ واحد الحوت ولا شي حاجه واون سالاد وغادي ناكلو. نو جينيرالمون سي لي فاست فود، سي حاجه عندي هذاك الحد باغي نخرج منه كلشي وباغي ندير فيه كلشي، دونك سي جو فو فير بليزير لوليدات ديالي غادي نديهم لي فاست فود وغادي ناكلهم لي فاست فود. فوالا هادو هما الاسباب. حاجه ثانيه لا سيدونتاريتي، شحال هادي المراه كانت تمشي وتجي وتتقضى، هاي دات ولادها هي جابتهم هي مشات للمارشي هي دابا كلشي تيدار بالطوموبيل، تتفيق في الصباح تتركب الطوموبيل ديالك تديك الخدمه، تطلع في لاسونسور الخدمه تجلس في البيرو، تتهبط في لاسونسور تتركب الطوموبيل، تترجع عاوتاني دير لا ميم شوز، تتمشي للدار راك في الدار. ما عنديش الوقت باش نمشي ندير الرياضه، النهار كله عندي كومبلي، انا راني مقيد في لاصال، كملت العام وراني مشيت في هذاك العام مره ولا جوج، هادشي تيطرى ليا حتى انا. فوالا دونك سي لو نيفو دو في، سي الطريقه اللي ولينا عايشين بها، سي هذاك المجرى ديال الحياه ديالنا، حنا عايشين في واحد المجرى ديال السرعه. الوغ هادشي وي كاين ولكن كيفاش نقدروا نغلبوه؟ نغلبوه انا الا كنت تنفيق مع السبعه وتيطراو لي هاد المشاكل، نفيق مع 6 الصباح، وباش نفيق مع 6 الصباح خصني نعس بكري، دونك غنعس مع العشره باغ اكزومبل وغادي نفيق مع 6 الصباح.
مع 6 الصباح منين غادي نفيق، غادي ندير دي توبين اللي فيهم الماكله ديالي والماكله الزوج ديالي وديال الوليدات ديالي، غادي نصاوب الطبيله ديالي ديال الفطور ونجلس نفطر مع وليداتي، هما تيلبسوا راني وجدت راسي حتى انا كل واحد عطيتو لا توبين ديالو. منين غادي ندخل في العشيه غادي نعطيو واحد، غنعطيهم حليبه ولا غنعطيهم دوينين ولا شي حاجه اللي خفيفه، انا غناخذ اتاي ولا قهوه مع الزوج ديالي ولكن بدون سكريات مضافه، وغادي نوجد هذاك لو سوبي اللي هو غادي نجلسو غادي ندورو عليه وغادي الوغ حتى الطريقه ديال الماكله ديالنا، انا تناكل واش هاد التليفون، انا ما عرفتش راسي حتى شنو تناكل، اش هاد التليفون ولا مقابل لا تيليفزيون، نرجعو لهداك اللمه نجلسو على طابله وحده ونضرو بها ونطفيو ونحيدو التليفونات ونحيدو التلفزيون ونجلسو ونعرفو شنو تناكلو، نهزو نحطو في البلا ديالنا، نعرفو لا كاليتي ديال داكشي اللي تناكلوه، نعرفو شنو تناكلو، نعرفو لا كونتيتي الكم والكيف ديال هداكشي اللي حنايا تناكلوه. Bon, je sais que tout ça, je le dis, moi aussi je passe par des choses pareilles, moi ça ne peut pas marcher à 100%, mais je dis c'est l'idéal. Mais je sais, au moins je sais qu'est-ce qu'il y a de nous faire. Alors, on dit le temps. C'est le temps que je vais dire dans le riyada. Le sabbat, on ne travaille pas, on sort. On sort de l'amakil khadra. Ah oui, c'est le chemin, c'est le temps qu'on a de vitamine D. On a eu l'idée de faire le cours, de faire la bicyclette, de jouer, on a eu l'idée de faire, on a eu l'idée de faire. On a eu l'idée de faire. ماشي بلايص اللي غناخذ فيهم دي غرياد حوت مشوي، من بعد من لي فاست فود ومن بعد من القلي ومن بعد من الخبز بالبابه ديالو ومن بعد من لي 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 الحوايج اللي هما مضافين والحلويات ايتو. انا ما كنتش كنحيد كلشي في دقه، توس اون اوفي دو بروندر اون غلاس دو طون طون، توس اون اوفي دو بروندر ان غاتو دو طون طون، ما كنتش كن لا، ولكن حيت حنا كونت اون في سو بليزير راه ماشي دائما هاد دو بليزير خصو يجي مره مره، اون سو في بليزير بحال راه حنايا تنجازيو راسنا. انا شديت لا سومين مزيان درت كلشي اللي خصو يدار، راني تنجازي راسي. الوغ جي اونفي دو مسمن دو هداكشي، ندير هداكشي في الدار، دونك او موان ملي تندير هذيك الكيكه ولا هذاك المسمن ولا هذاك القرشال ولا هذيك الحلوه تنديرها انا في الدار، عارفه النسبه ديال السكر اللي درت فيها ونحاول نقص منه او ماكسيموم، عارفه النسبه ديال الدهون اللي درت فيها ونحاول نقص منه او ماكسيموم، دونك عرفت لا كاليتي ديال الحاجه اللي انا غادي ناكل. سلام، انا عندي 35 عام، الوزن ديالي 72 كيلو، الطول ديالي متر 59، عندك سمنه غالب الظن من ستاد 2، يعني سمنه اللي هي تري 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 امبورطون، خاصك توجي عند الاختصاصي ديال التغذيه ديالك باش يحل معاك هذا المشكل. فاتي سلام، الحمد لله شويه ديال العيا، عندي بزاف ديال لي شارج هاد الايامات، مي الحمد لله، وانا ملي تنكون معكم تنكون فرحانه بزاف. كنزه راني عطيت لا سوليوشن ديتوكس. شكرا دكتوره، مرحبا نوال، هذا واجب. حنان، انا هناء، هناء من الحسيمه، تحياتي للناس ديال الحسيمه. السن ديالي 27 عام، فيا متر 65 وكنوزن 74 كيلو، عندك واحد السمنه من الدرجه واحد هناء، غتقول لك كيفاش تنحسبها؟ مع الوقت تتولي هذاك لو بوان لا طيا لا بيسونس دو رابيدمون تيولي عندنا في دماغنا، دغيا تنحسبو. دونك عندك واحد السمنه من الدرجه واحد، الوغ خصك تخدمي على راسك بالريجيم وبالرياضه، سيرتو انك باقا صغيره عندك 27 عام باش تحمي راسك، لان ديجا دابا باقا صغيره باقا ما تزوجتيش، نهار اللي غتزوجي وغتاخدي الفني ديال منع الحمل وغادا تحملي وغادا تولدي تما كاين راه باقي عندك الوقت فين غتزيدي في الوزن، دونك حاولي انك دابا بعدا كاين تستابيليزي لو بوا ديالك وتقاديه وتخلي حتى زدتي في الوزن فين غتزيدي. ديتوكس وي، لي سوليوشن ديتوكس اللي هما غنصاوبيهم طبيعيين وي صحيين، علاش ماشي صحيين؟ غير هو ما خص تكون عندي اون كونتر انديكاسيون، شي حاجه اللي تتمنعني انني ناخذ الحامض ولا اللي تتمنعني انني ناخذ هذاك السكنجبيل البلدي تو سامبلومون. J'ai 34 ans, 92 le poids, 1m63, comment faire pour maigrir? Tu sais que tu es en obésité, stade 2, stade 3. D'accord? Alors comment maigrir? Ben, il faut faire un bon régime, il faut faire du sport, il faut voir un spécialiste, soit un médecin de famille et qui fait de l'éducation sanitaire en matière de nutrition, de diététique, ou voir un diététicien, un amincissant et nutritionniste, faire du sport, prendre le régime qu'il va te donner, fixer des mesures, et fixer des nombres de kilos que tu dois diminuer, juste tu dois augmenter le poids de ton corps par une manière qui est petit à petit, petit à petit, petit à petit, tu dis doucement et sûrement, petit à petit ou sûrement, ou par la suite stabiliser le poids de ton corps pour que tu n'aies pas l'effet yo-yo. صباح الخير دكتوره، تكلمتي الجمعه الماضيه عن الرجلين واليدين، صافي في بليزير ان سيدي محمد من المتتابعين ديالنا باقي عاقل على الحلقات، حتى حيت اكدتي على العنايه بهما لتجنب ما لا يحمد عقباه من اعراض السكري ولا قدر الله، وعززتي كلامك بالصور التي تبرز ذلك بالملموس
انا ملي الاشاره دكتوره انا عزيزه عليا الصندله بزاف، خاصه في فصل الربيع والصيف. لذا ارجو منكم دكتوره ان تنصحوني بالاحتياطات الواجب اتباعها. شكرا جزيلا مدينه بوجدور. دونك ما بون جو كومبران، تو اون جون بغيتي تلبسي صنيديله في الربيع ايتو، الوغ الصندله واحد خصك تلبسيها ما تكونش محلوله بزاف، داكوغ؟ صندله تكون جديده، دائما تقلبيها وتشوفي بان ما خرج منها حتى شي حاجه، ما كاينش شي بلاصه فيها لي ماديه اللي غادا تجرحك، ما فيهاش شي مسمار اللي هو خارج. نحدي راسي منين ندخل في الاخر ديال النهار، نهز الرجل ديالي ونقلبها، نشوف بين الصبعان ما فيهم الصبانه، ندير المرايه ونشوف لتحت ديال الرجل ديالي ونشوف بان ما فيه حتى شي مشكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زكريا اليوم ما عطيتيناش شويه ديال التصويرات باش نعطيو لو كوراج للمشاهدين ديالنا. تحياتي زكريا لو كاميرامان لو ريجيسور اللي معنا اليوم. الو السلام عليكم ورحمه الله. انا عندي السمنه في منطقه البطن بعد الولاديه، لو ولتي عادي مورا 4 شهور ديال الولاده تقدري تخدمي على الكريشه ديالك، ولتي بسيزاريان مورا 8 شهور كاينين حصص ديال الترويض الطبي الاختصاصي اللي هو اللي تيدار لهذاك الموسك لهذاك العضله ديال البطن باش تشد هذاك العضله ديال البطن وحيد هذاك الترهلات اللي فيها. الوغ بون جاوبتك. واش سكنجبير طري كيضر الجهاز البولي؟ نو الوغ هادي واحد الصوره اللي زوينه بزاف، سي ان السمنه ولات كثيره في الصفوف ديال الاطفال. وي كان عندنا اطفال اللي عندهم عامين وثلاث سنين وربع سنين وخمس سنين وعندهم سمنه. الوغ كيف يعقل ان هاد الطفل في هاد السن الي كوم سا ملي غيوصل 50 عام اش غيكون عنده؟ بلا 50 عام ديجا منين تيكون في هاد السن بحال هكا الاج دو 20 عام راه حنايا ديجا غنكونوا في الامراض المزمنه. حفظكم الله دكتوره، مرحبا، هذا واجب. سلام دكتوره، هضري ليا على تاخر الحمل. تاخر الحمل الوغ فاتي شحال عندك من عام؟ شحال باش تزوجتي؟ الزوج ديالك شحال عنده من عام؟ واش فايتاش شفتي الطبيب؟ دار الزوج ديالك تحاليل ديال الحيوانات المنويه؟ درتي تحاليل ديال الهرمونات ديالك؟ درتي الراديو ديال الوالده وديال القرون؟ درتي لو تيست دو هوهنيغ؟ الوغ خصني نعرف شنو هما الامور اللي درتي واللي باقا ما درتيش. غراس دو فوا دكتور وي ام دعاء. والسؤال ديال سي احمد لا ستياتوز ايباتيك، الوغ كثير منا مشاو ديجا عند الطبيب وقال لهم عندك الشحمه في الكبده ولا عندك الكبده مغلفه. الكبده حنايا في ليكوغرافي تتبان لنا واحد المنطقه اللي فيها هرشيشات، بون ما خصهاش تكون كحله بزاف وما خصهاش تكون بيضاء. بعض المرات ملي تنديروا التلفازه تنلقاوها بيضاء بزاف، دونك انا تنحاول نبسط الامور. الوغ حنا تيبانوا عندنا العلامات بان هذيك الكبده راها مغلفه بالشحمه، سي اون ستياتوز هيباتيك. الوغ اول حاجه تنديروها هي اننا تنديروا هذيك الساعه الميزور ديال الكوليسترول، تنعبروا الكوليسترول في الذات. ماشي اي واحد عنده ستياتوز هيباتيك بالضروري والمؤكد انه غيلقى عنده الكوليسترول طالع في الذات. بعض المرات تلقاو الكوليسترول باقي ما طالعش ولكن كاينه لا ستياتوز هيباتيك. التحليله الثانيه اللي تنديروها هي تحليله ديال الكبد، هي لي ترانساميناز، تنشوفوا واش هذيك النسبه ديال الهرمونات ديال الكبد مرتفعه ولا لا. لا ستياتوز هيباتيك منين تتكون؟ ضروري ومؤكد ان الشخص خصو يدير تحاليل. اللي عنده الكوليسترول خصو ياخذ لو تريتمون ديالو، ما عندوش خصو يدير لو ريجيم ديالو. لو ريجيم ديالو تنقصوا من النسبه ديال البيض اللي تناكلوه، تنحيدوا الزبده والزيت والحاجه اللي مقليه في الزيت، تنفضلوا الماكولات اللي هي مبخره طايبه على فابور طايبه في الفران ولا مشويه، تنقلوا من اللحوم الحمراء وتناخذوا اللحوم البيضاء. الحليب والمشتقات ديالو تناخذهم خاليين من الدسم، وتنحيدوا حتى السكريات المضافه لان السكر حتى هو تيتحول دهون باغ لا سويت. داكوغ الوغ تنديروا الريجيم ديالنا بيان سور، وتنديروا الرياضه ديالنا وتنبقاو نراقبوا هاد لا ستياتوز هيباتيك ولا هاد الشحمه في الكبده. لا بقات وما داواتش كوليسترول كان وما دارش لو ريجيم وتزادت، تتحول لارتفاع الهرمونات ديال الكبد، تتقدر توصل للتشمع ديال الكبد، يعني بحال كانت عندكم الفيروس ديال ليباتيت. هو ما كاينش الفيروس ليباتيت ولكن سي هذيك الشحمه في الكبده اللي تتقدر توصل الله يحفظ للتشمع ديال الكبد، و راه عارفين اش يكون موراه. السلام عليكم ام احمد، عندي سمنه 110 كيلو، عندي كسر في الرجل ما كنقدرش نتمشى، اش ندير جزاك الله؟ الوغ سي باغمي قلنا الاسباب ديال السمنه هي منين تيكون مشاكل ديال العجز، الواحد اللي تيكون مهرس مضروب عنده اكسيدون داير عنده شي سرطان عنده شي مشكل اللي خايد الفراش اللي هو شاد الفراش وما تيتحركش، هنايا تتكون لو مونك داكتيفيتي، دونك الواحد ما تيتحركش ما تيحركش هذاك الشيء اللي تياخذ. دونك اشنو غادي ديري؟ خاصك ضروري ومؤكد انك تشوفي طبيب اختصاصي في التغذيه اللي غادي يعطيك
واحد لو ريجيم اللي هو ادابتي، لانك انت ما تتحركيش وما تتمشيش خاصك تجيبي دي زابور انرجيتيك، خاصك تجيبي تجيبي واحد السعرات حراريه اللي هي غتمشي مع المجهود اللي تديريه، غتمشي مع لو فات بانك ناعسه بانك ما تتحركيش. دونك غيعطيك ان ريجيم اللي فيه مواد اللي غتعاون ان العظم ديالك يجبر، غتعاونك انك ما تصابي لا بالهزال لا حتى شي حاجه، اي اون ميم طون غتخليك ما تزاديش في الوزن. ممكن نعرف انا الوقت اللي ما يمكنش تحمل فيه المراه، خاص يكون عندك المراه خاص يكون عندها ان سيكل ريغولي، ريغولي يعني تجي كل 28 يوم ولا كل 30 يوم. الوغ هنا تنقولوا الفتره ديال الاباضه نهار 14، نهار 14 يوم فتره الاباضه. انا تنالارجي تنقول 4 ايام قبل 14 يوم و 4 ايام مورا هذاك 14 يوم، من غيرهم تما كاينه تتكون الفتره اللي المراه ما غتحملش فيها. لا جاوبتك اسي اسماعيل على الدهون الكبد، انا جاوبت عليهم دابا. سلام، انا سناء من سلا، بغيت نسولك دكتوره على الفرق ما بين البروده في الظهر والسياتيك، حيت انا تنعاني من مشكل في الظهر ديالي، حيت اللي قال لي الدكتور اختصاصي باللي عندي بدايه ديال السياتيك، ولكن انا ما تنحس بديك ما تنحش بديك الكهرباء في الرجلين، وملي تنتعرض للبرد تيبقى يعطيني صداع. الوغ باش نقولوا بان عندك السياتيك خص يكون دار ان سكانير، ان سكانير ديال الظهر ولا اونيغام ديال الظهر، وبينات بان عندنا هذوك الفقرات مفوتين، ولا عندنا ان بروبليم ديرني ديسكال، ولا عندنا ان بروبليم دارت روز، وعندنا هذوك كاينين شي نويبات اللي هما تيدقوا لنا في هذاك العمود الفقري. دونك هنايا تناكدوا بان عندك المشكل ديال السياتيك. الوغ الفرق ما بين البروده والسياتيك، كاين لارتروز، لارتروز هي منين هذوك السيديات اللي ما بين في العمود، تنهضر على لارتروز ديال العمود الفقري، هذوك السيديات اللي تيكونوا ما بين الفقرات، دونك هما هذو الفقرات ديالنا، السيديات اللي تيكونوا ما بيناتهم تيبداو يتكالوا، سوا تيديروا عظيمات ليمادين وتيبداو ينقروا لينا في هذاك النخاع الشوكي، سوا تيزولوا تيوليو الفقرات شي ملاصق مع شي ملاصق مع شي. السياتيك منين الفقرات تيتفاوتوا ولا شي سي دي تيدخل و تيعطينا تاثير على النخاع الشوكي. دونك هذا هو الفرق. ام ريحانه عفاك دكتور جاوبيني على راسي من الفوق حبيبه ديالي ام ريحانه، ضروري انا حامله وكنعاني من الوزن الزائد، كنوزن 112، العمر ديالي 26 عام، الطول ديالي 162، ودابا تنعاني من ارتفاع الضغط وضغط القلب كيعلاو ليا. عفاك قراي الميساج ديالي، حنا عندنا الوزن وراثي. ام ريحانه عندك المشكل ديال لوبيزيتي، الوغ ديجا tu es dans une obésité très très importante، يعني une obésité ما نقولش موبيد باش ما نخليكش، بون une obésité كلاس 3 داكوغ. المشكل اللي عندي انك الوغ هنا هانتوما تتشوفوا المخلفات، غير هنا هما هنايا سي بلو غاف، لان المخلفات كاينين وانت حامله، دونك هانتي ديجا عندك مشكل ديال ارتفاع الضغط الدموي. دونك دابا لو بلوز امبورطون ام ريحانه هو ان خص يكون عندك طبيب الاسره والطبيب الاختصاصي في امراض النساء والتوليد والطبيب ديال القلب هادو والطبيب ديال التغذيه، هادو ربعه الناس خصهم يخدموا معاك، سي اون ايكيب اللي خصها تخدم معاك تتكملي الحموليه. خاص لو بيبي، خاص طبيب الاسره يبقى يدير لك الفحوصات الكامله ديالك ويشوف الذات ديالك كامله ويشوف التاثير، طبيب ديالك بيان سور ديال الحمل تيشوف لو بيبي ديالك وتيشوف الوضعيه ديالك وتيشوف حتى لا طونسيون ديالك وتيزيد يقادها، الطبيب الاختصاصي في القلب تيشوف المشكل ديال القلب ديالك، والطبيب ديال التغذيه غيعطيك لو ريجيم اليمونتير اللي غيعاونك بان لان المراه الحامله ما تتحيدش الملحه، تتاكل ماكله ما لذيذاش ولكن ما تتحيدش الملحه، الطونسيون ديال الحموليه ماشي هي الطونسيون العاديه، دونك المراه اللي عندها الحموليه ما تتحيدش الملحه كما قلنا. الوغ غادي يشوف لو ريجيم اللي هو غيمشي ادابتي للحاله ديالك، بانك حامله وعدد السمانات الاسابيع ديال الحمل ديالك، لا طونسيون ديالك، لو ماكسيموم انك ما تزيديش لينا في الوزن. غادي نحاولوا الوغ انا بو مو ما كانش خص تكون كاينه حموليه تتكوني قديتي الوزن ديالك وحليتي المشاكل ديالك. بون خاصنا نديرو لو ماكسيموم باش ندوزو هاد الحمل وانت بخير وفي خير وسلام، ولو بيبي ديالك يكون مزيان يخرج مزيان وانت تكوني مزيان. تري بيان، درنا هاد الشيء ما كاين حتى شي مشكل. الوغ اول ما غدا تولدي تزيدي شويه في الرضاعه، نشوفوا واش غتولدي بالسيزاريان ولا غتولدي عادي. غالب الظن مع هاد المشكل ديال القلب ايتو يقدر يقترحوا عليك العمليه القيصريه، هذيك الساعه غيولي الخدمه ديال الطبيب ديال القلب بيان سور يشوف التاثير ديال هادشي على القلب ويخدم معاك على المدى الطويل، وغيكون الخدمه ديال الاختصاصي في التغذيه. الوغ غنشوفوا واش غتحتاجي الجراحه ولا غادي تحتاجي لي ريجيم. بون اختصاصي في التغذيه خصو يكمل معاك. رجاء ريمو، دكتور جي 34 ans et je pèse 92 كيلو pour 1m63، comment faire pour maigrir؟ vous êtes en obésité stade 2، comment faire؟ هو هادشي اللي كنت نهضر عليه، هو هادشي اللي غنهضر عليه toute la semaine. il faut voir un nutritionniste، il faut voir soit un médecin de famille diététicien soit un spécialiste en nutrition coaching nutrition d'accord qui va te donner un régime qui est adapté à ton cas après avoir fait tout un bilan après avoir fait
fait toute une consultation et bien sûr, il faut faire du sport. الوغ ماريلو واش غادي نهضروا على المشكل ديال النحافه؟ وي غادي نهضروا على المشكل ديال النحافه، غادي نهضروا عليه في اخر الاسبوع ان شاء الله، غادي نهضروا عليه يوم الجمعه. الوغ اللي بغيت نقول لكم، انا كاين واحد الشكل ديال السمنه واحد اخر، اللي هو واحد السمنه اللي ناتجه عن مرض نفسي واللي هو لا بوليمي مونطال. الوغ كاينين جوج ديال الامراض النفسيه اللي عندها علاقه بالتغذيه، كاينه لانوريكسي مونطال وكاينه لا بوليمي. لانوريكسي مونطال هو مرض ديال الجوع، لو مونك دابيتي، الواحد تيكون مدمن على واحد الحاجه سميتها لا فا، ما تيبغيش ياكل، ما تيحملش الماكله، ما تتقدرش، سورتو تيكون عند المراهقه اكثر. دونك واحد المرض اللي تيجي مع المراهقه، البنت ما تتبغيش الماكله وما تتبقاش مستحمله الماكله، وحتى لا كالت تطرد داك الشيء سوغ بلاص. هو واحد الحاجه اللي تنشوفوها بزاف عند بزاف، وسمعنا عليها بزاف عند بزاف ديال العارضات ديال الازياء اللي كانوا بغاو يوصلوا لواحد الوزن فريمون، بغاو يوصلوا لواحد ليطا دو نيغريشان، لان كان عندهم واحد العرض بوتيتر ولا 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 ولا، وتيلمون تتولف المعده ديالهم على قله الاكل، وتيلمون تيوليو ستريسي مع الوزن ديالهم ومع عدد الكيلواتاتو. الوغ وي انا خص الكور ديالي يكون مزيان، ولكن راه مره غادي تخرجي شويه كريشه، مره هذا غادي نعاود نخدم عليها عاوتاني، ما نوليش فيكسي، ما ندخلش فواحد ليطا دو 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 ماني، واحد ليطا انني نولي مفيكسي غير على الذات ديالي، زادت فيا شحيمات، زادت فيا هادي، زادت فيا هادي، زادت فيا كيلو 500 غرام 200 غرام، ما يمكنش. عاوتاني كل ما زاد عن حده انقلب الى ضده. الوغ هاد النساء اللي كان عندهم اللي تيكونوا تيديروا هاد الازياء بزاف تيتصابوا بهاد لانوريكسي مونطال، مراهقات اللي عندهم المشاكل في المراهقه ديالهم تيتصابوا بهاد لانوريكسي مونطال، واللي تيكونوا تيوصلوا لواحد الدرجه ديال النحافه اللي هي كبيره بزاف واللي تقدر تكون قاتله. السمنه اللي هي عندها علاقه بالمشاكل النفسيه اللي هي لابوليمي اللي هي مونطال، ان الشخص تيولي تياكل 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 بدون حدود، بدون بلا قياس، يقدر ما ينعش يبات جالس قدام الثلاجه، داكوغ. دونك تيكون عنده مشاكل نفسيه، تتكون عنده واحد المشكل ديال لابوليمي، وهذاك تيؤدي ليه لهذيك المشكل ديال السمنه، وهاد السمنه حتى هي تقدر توصل لواحد السمنه اللي هي قاتله من بعد. فوالا الوغ جو كخوا هنايا درنا ان بيتي تور على الاسباب ديال السمنه وعلى العلامات ديالها. الوغ غدا وبعد غدا ان شاء الله، بلوتو غدا ان شاء الله، غادي نهضروا على لو تريتمون، غنهضر لكم على لي ريجيم بزاف، غنهضر لكم على الجراحه، غنهضر لكم على لي ماساج، غنهضر لكم على الرياضه، غنهضر على كل شيء ان شاء الله. ويوم الجمعه غنهضروا على النحافه باذن الله. تنشكركم، تنشكر كل من المشاهدين ديالنا مشاهدي شوف تي في على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم وعلى المتابعه ليكم لينا، تنشكركم على لي كومونتير ديالكم، الله يجازيكم بالخير حتى نتوما. الوغ سي هذوك لي كيسيون لي كومونتير ديالكم هما اللي تخليوني انني نحدد المواضيع من بعد. هاد الحلقات تتعاود تداع في اليوتيوب، تتلقاوها شوف صحتك مع دوك نسرين، تتعاودوا تلقاو كلهم الحلقات شوف صحتك مع دوك نسرين. تحياتي ليكم، غنقول لكم نتلاقى معكم غدا ان شاء الله نفس الموضوع السمنه، غدا غنهضروا على العلاج ديال السمنه. تنشكروا زكريا نوتر غران كاميرامان اللي كان معنا، كلهم الفرقه ديال شوف تي في بيان سور اللي تيكونوا معنا اللي تياخذوا لي ريبورتاج اني ميكرو تواتوا. ميرسي الدكتور حسن شاطر على لي ريبورتاج ديالو اختصاصي في جراحه التجميل والتقويم. الى اللقاء، تلاقاو غدا.